السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل، الحوثي يفجر أزمة جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، وإلى التفاصيل. فجرت اليمن اليوم الثلاثاء أزمة جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، وذلك مع سباق كليهما لإبرام صفقة مع الحوثيين بغية الخروج من مستنقع الحرب. وتبادلت الحليفتان التراشق إعلاميا خلال الساعات الماضية، وبينما أعادت الولايات المتحدة الأمريكية تذكير السعودية بحاجتها لها عبر تصدير مزاعم حول تصدير الأسلحة الإيرانية لمن وصفتهم الحوثيين بحرا إلى المشهد، شنت وسائل إعلام سعودية هجوما غير مسبوق على واشنطن. إدارة بايدن وفق ما نقلته قناة العربية السعودية أكدت بأن وتيرة تصدير الأسلحة إلى اليمن ارتفعت بوتيرة عالية خلال الأيام الأخيرة، وهي بذلك تلمح إلى الفراغ الذي أحدثه سحب أسطول حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور من البحر الأحمر، محاولة استدرار المخاوف السعودية من الفزاعة الإيرانية على أمل السير خلف الأجندة الأمريكية، بما في ذلك ربط المفاوضات مع صنعاء بوقف العمليات البحرية. لكن الرد السعودي كان مغايرا تماما، مع اتهام وسائل إعلام رسمية للولايات المتحدة بالتنصل عن مسؤوليتها بمواجهة من وصفتهم بالحوثيين. هذه التطورات تأتي على إيقاع سباق أمريكي سعودي لإبرام اتفاق مع صنعاء، حيث تخوض الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة السعودية حراكا لدفع الصين للتوسط بالتوازي مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع السعودية في سلطنة عمان. وبينما تحاول أمريكا ضبط إيقاع المفاوضات وبما يحقق أجندتها في وقف العمليات اليمنية وإطلاق شبكة الجواسيس، تسعى الرياض لاستكمال اتفاقيات سابقة مع صنعاء للخروج من مستنقع الحرب التي دامت لنحو 9 سنوات. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.